طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. خلونا نحكي في الجزء الأول من الحلقة اليوم عن النزاعات العشائرية، وتقريبا الكل بالعراق سمع وعرف بالموضوع اللي صار قبل أيام لما ضابطين بالداخلية في منطقة الأعظمية قتلوا شاب، وهذا الشاب ينتمي إلى عشيرة العبيد، وهم واحد من الضباط ينتمي إلى عشيرة العبيد والثاني ينتمي إلى عشيرة البوحمدان. يقال بأن الضابط الذي ينتمي إلى عشيرة البوحمدان سلم نفسه للجهات المعنية، والضابط اللي ينتمي إلى عشيرة العبيد لاذ بالفرار وبعد ذلك سلم نفسه إلى الجهات المعنية. طبعا ما دفع أقرباء الضابط اللي من البوحمدان إلى تهديد أقرباء الضابط الثاني إذا لم يتحمل المسؤولية معه. طبعا إحنا ما راح نعرض الفيديو لأن به كلام جارح، يعني ممكن نشوفه فقط وإحنا دا نتكلم. هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بتهديد بالقتل بسبيل النساء لأقرباء الضابط اللي هو من عشيرة العبيد في بغداد، وانتشر هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي وأثار استياء وغضب العراقيين جميعا في أثناء العجز الحكومي عن مواجهة ظاهرة النزاعات العشائرية وانفلات السلاح والميليشيات. طبعا عشيرة العبيد ردت ببيان على تهديد هذا الشخص اللي نشوفه احنا بالشاشة، ردت عليه وهو احد افراد عشيرة البوحمدان بشأن المقطع الذي وثق حادثة تهديد اقارب الضابط المتهم بقتل شاب في منطقة الأعظمية ببغداد. الموضوع اللي صار يوم 25 قبل 5 ايام انه هذول الضباط الاثنين اصدقاء هم صاعدين بسيارة، ازدحام كذا في العاصمة بغداد وبالتحديد بالعظمية، والشاب عنده موتور المسكين شاب صغير تعارك وياه، نزلوا قتلوه طلقتين بالرأس وراح الولد. وهذا طبعا ذول الضباط اللي مفروض هم يمثلون القانون والمفترض يحمون المواطن، ولكن مع الأسف في ظل ظاهرة الدمج وظاهرة الميليشيات وظاهرة الواسطات وظاهرة المحاصصة أصبح الضابط لا يحترم القانون. طبعا احنا ما نعمم، ولكن هذه الحالة مع الأسف متكررة. يعني شنو يابا انت ضابط لأن والله اكو ازدحام وتعاركت ويا طفل، طبعا هو طفل صغير الولد 16-17 سنة مو أكثر، تنزل تضربه طلقتين؟ النوب انعافت المشكلة الرئيسية اللي هي قتل إنسان، طفل إنسان عراقي بريء انقتل من قبل ضباط، وهسه صارت المشكلة بين العبيد وبين البوحمدان بسبب هم تصرف فردي لشخص طبعا ما يمثل العشيرة، إن كان عشيرة البوحمدان أو عشيرة العبيد أو أي عشيرة، هذا طبعا تصرف فردي وإحنا لسنا في إطار الدفاع عن شخص أو الدفاع عن تصرف، ولكن حتى نبين الحقيقة ونوضح الأمور اللي صارت في العراق. طبعا أمير البوحمدان وجه رسالة إلى أبناء وشيوخ ووجهاء إمارتي بني حمدان والعبيد. خلونا نقرأ بعض من هذه الرسالة وهذا التطيب الخاطر والاعتذار من هذا التصرف الفردي من قبل أحد أفراد عشيرة البوحمدان. جاء في الرسالة بأنه تاريخنا يشير إلى مدى العلاقة الكريمة والمبنية على الحب والاحترام والنسب الرفيع عبر قرون عدة. يقول حكمنا العالم برجاحة القول وقوة البدن والسيف، وكانت وما زالت قوتنا بوحدتنا كإمارتين تربطنا أواصر النسب والجيرة والمصالح المشتركة والصداقة والخولة. قال خالاتنا من نساء العبيد هي رمز يقتدى بهن، وبنات العبيد ونسائهم لهن العزة والاحترام والتقدير. ويقول كما دافعنا عن أعراضنا ندافع عن أعراض العبيديات، وكما هو الحال بالنسبة لأخواتنا أبناء إمارة العبيد فلديهم من الغيرة والأصالة العربية المشتركة ما يدفعهم عن الدفاع
الدفاع عن أنفسهم وعن نساء وبنات بني حمدان، وهذه عاداتنا وتقاليدنا ورثناها من آبائنا وأجدادنا كما هو حال بقية العشائر العراقية العربية الأصيلة. وقال: أيها الأبناء والأخوة والمشايخ الكرام، التصرف الفردي لأي شخص كان لا يمكن أن ينعكس على أفراد الإمارتين، بل لا نسمح ولن نسمح بأي تجاوز مهما كانت أسبابه. ويقول: ها نحن اليوم مع تواصل واتصالات مستمرة مع زعماء إمارة العبيد والأمير أنور العاصي وبقية المشايخ الكرام ووجهاء العبيد من أجل حلحلة ما حدث من حدث مرفوض جملة وتفصيلا، ونعتذر عن التصرف الفردي الذي بدر من أحد أفراد إمارة بني حمدان اتجاه أهلنا العبيد. وطبعا هو هذا الشيخ سعد خضير الشوارد أمير بني حمدان، وهو هذا المفترض بشيوخ العشائر أنه يحلون أي مسألة كبيرة كانت أو صغيرة بعيدا عن السلاح. يعني اليوم مثل إذا نتحدث عن هذه الحادثة بالتخصيص، الأولوية تكون لمن قتل هذا الإنسان البريء. بعدين هسه الشغلة صارت مثل ما قلنا، نسى الولد اللي انكتل، وصارت الشغلة بين الأصدقاء الاثنين اللي هم ضباط، أعتقد واحد برتبة رائد وواحد برتبة نقيب، صارت المشكلة بين عوائلهم. ليش هذا سلم نفسه وليش هذا ما سلم نفسه، والتهديد وإلى آخره، مثل ما شفنا بالمقطع اللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. ومثل ما قلنا، ما نريد نعرض حتى احنا نريد نهدي النفوس مثل ما الناس الخيرة تريد تهدي النفوس. اليوم نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين ورسائلكم القصيرة على واتساب حول هذه الحادثة، وحول يعني تكرار واستمرار مع الأسف وتواصل النزاعات العشائرية في العراق. يعني أي إنسان يقول لك اليوم إحنا في ظل هذه الفوضى وانتشار السلاح، من المفترض على شيوخ العشائر الأصلاء يجتمعون من كل أنحاء العراق ويتفقون على صيغة معينة، هو عدم استخدام هذا السلاح. هذا السلاح اللي نشوف احنا يمكن ما يفوت اسبوع اذا مقطعين ثلاثه ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي، هذا اللي ينتشر واللي يتم توثيقه. يعني مثلا هو مسيء، هو تصرف فردي من شخص، ويتم الهجوم على بيته او اقربائه، نجد انه مو بس هو اللي دا يتاذى، النوبل الجوارين اللي بالشارع هم يتاذون من اطلاقات نار، اطفال راحت بيها، حرق بيوت. يعني هذا التصرف ما يصير. إذا أنتوا تريدوها تخلوها في يعني جهة الحكومة وتقولون والله الحكومة ضعيفة وقانون ماكو، فالمفروض أنتوا تكونون على قدر المسؤولية وتكونون تصرفون بشكل عقلاني وشكل عروبي بشكل إنساني بشكل إسلامي. ما يصير هذا التصرف، هذا التكرار، هذه الحوادث يجب أن يوضع لها الحد. مثل ما قلنا، إذا تقولون ماكو دولة ماكو قانون، أنتوا سووا حل. أنتوا تقول إحنا أمراء وإحنا شيوخ عشائر، يجب وضع حد لهذه الظواهر وهذه الظاهرة. وهسه راح نحكي على هم ظاهرة نزاع عشائري صار قبل يومين بميسان، راح بسببه طفل بريء. ولو تعرفون شنو السبب كما تم تداوله، السبب 1000 دينار. هسه راح نسولف عليه، بس عندنا اتصال أحمد من الموصل. تفضل أحمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك، تفضل. ألو. نعم أسمعك. هذا من ابن عمي، هذا السوالف شون؟ هذا من جوارات الميليشيا، هذه كلها ميليشيات يضربونهم ولد شباب يشوف السرع يضربونه. نعم هذه كلها من الميليشيات، والله لا تصير محافظة. أنا الموصل أحمد. نعم. البارحة واحد حد يقول الميليشيات تسووا، والله لو ما اتحاد فلا يقدر يسوون كل شيء. الميليشيات بقى من تكريت العفو من الرمادي لما ما وصل سوريا، جفوا قنيمة والسجارات والخام والأخم. بس احنا قال كلام وزير الدفاع، قال كلام البارحة كنا مرابن عليه، بس قال كلام واحد، قال احنا حاربنا في ايران 8 سنين وما درنا بعد.
الجنرال اللي كان نزل لهم 100 مخطوط على الشارع، بس لا ناخذ عقل شويه. وهذه الحكومه عشان اذا ظلت هيجي قسم بالله العظيم. نعم. قسم بالله العظيم اذا ظلت هيجي لا تخلي محافظه محافظه لا تاكل ناس. شو الميليشيات؟ شلون قاعد يسكنون هذا الاحزاب؟ هذول الاحزاب المفروض ما يتقدموا للترشيح. هذول عيب يقدموا لنفسهم للترشيح، ترشيح كثير. هذه الحكومة لازم من رئيسها وهي نازلة. هذول نفس معقع. احنا في حكومة جديدة. انه اعتاروا على العشاير، نوبة على الكورونا. نوبة يسوون يسوون قتال. أول البارحة لما صارت لك بين صلاح الدين وديالة. نعم. هذه على العشاير بين صلاح الدين وديالة. هي شذول دواعش هم بيناتهم تكاونوا. ويذبحونها دواعش بعض الدواعش. أحمد كل واحد نعم فوقه. العشائر اليوم العشائر في ظل استمرار النزاعات العشائرية مو يوقع على عاتقهم إصلاح ذات البين ووضع حد لظاهرة استخدام السلاح والدقة العشائرية؟ إذا هم يقول لك أنه الدولة ضعيفة والحكومة ضعيفة. والله أنا رايح أقول كلام. نعم رايح أقول كلام أنا. أقول أي رئيس كثير اي رئيس عشيره اذا وخوش عشيره ومن اصل وفصل وخوش زلمه يبتدئ ما بينه وبين عشيرته. هذه الحكومه ما تقعد نجع براحه. هاي قاعد تبيع البشر بيع هذا كفر كفر حرام. من 5000 قالوا دعشي 100000 يبيعون المنتجين في بيع المحد يسالون ترفع عشيره البارحه اسرائيل وهود هم فلسطين خلال 24 ساعه تقدروا الاسره. أحمد من الموصل كان معنا. حميد من بغداد تفضل. حميد حميد تسمعني؟ حميد من بغداد. حميد انقطع اتصال مع حميد من بغداد. اللي صار بميسان قبل يومين نزاع عشائري صار في منطقة المجر، قلنا بحسب ما تم تداوله أنه مشكلة على 1000 دينار هكما تم تداوله. هذه الحادثة تسببت بمقتل طفل وإصابة مواطنين وإحراق منازل وفقا لشهود عيان. دعونا نتابع هذا المقطع ونرجع لكم. يا أبا وين الحكومة؟ وين حكومة العمارة؟ وين حكومة المجار؟ الوادي محترقت هاي لا بيها ولا عليها، عركة بين طرفين وهاي 3 بيوت بالمجار. احنا على قمة عالية طبعا جاي نشتغل. هاك شوفوا هاي بيتين لا بيها ولا عليها، هاي الوادي محترقت جاي يطلب بيها الطلق. وذاك بيت استوى احترق هذاك جديد. يلا وين الحكومه؟ ماكو حكومه. هذن انتهن البيتين، هذن كلش انتهى. هاك شوفوا يا بويت حكومه بالمجال ما يصير. هاك شوف 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 افلات امن وفول. هذن ايش قطيع هذا؟ هذا بالبيت هسه شو يسوي؟ هذن بيتين احترقن كلش انتهن. شوفوا خطيها طاح بديك البيوت بالعالم الفقراء. ماكو حكومه ماكو. لو اكو حكومه يسوون هيك. نعم معنا اتصال ذو الفقار من النجف. تفضل ذو الفقار. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. يا عمي والله ملينا من هذا. والله بزعم هذا الكوك. نعم. أهلا. أسمعك أسمعك. والله عمي جزعنا من هذا. ملينا يسوون الصورات. أنتم إخواننا أبناء العامة. ملينا كم هات من حكم شيحي. إحنا عمي ما متقاعدين لا شيعة ولا سنة. والله ناس مو هالحكم ملينا جزعنا. نعم عمي والله ما يدبروها. زين ذو الفقار يعني ما يدبروها أخذ... نعم يعني هذه النزاعات العشائرية ومثل ما عرضنا ببداية الحلقة اللي صارت يعني إن شاء الله تنتهي على خير بين العبيد وبين البوحمدان،
يعني هذه التصرفات والنزاعات اللي دا نشوفها يعني معركة مثل ما شفنا بالمقطع قبل شوية بميسان بالمجار، مات بيها طفل والمشكلة على مود 1000 دينار وتحرقت بيوت وجرحى وناس، يعني وين العقلاء؟ هسه احنا اذا قلنا حكومة ماكو قانون ماكو، زين احنا معقولة كل اسبوع مرتين ثلاثة تصير هذه النزاعات العشائرية وبكافة الأسلحة؟ وين العقلاء من العشائر؟ أخوي العزيز، نعم، أساس الحكومة القوية تقدر تفرض القانون. حكومة كلها ميليشيات، كلها ميليشيات، كلها أحزاب، ماكو واحد اللي أفخيته ويكمشها مثل قدم. أسمعك عيني يا حبيبي. يا بعد روحي من زين ودي زحمه يسوون لنا حل، والله زحمه والله زحمه. تفضل تعال حط لي كيس من بشمير ربيع. هو كان قبل يقدر يطلع له مسدس؟ يعني انت تعلل الموضوع، السبب الرئيسي هي الطبقه الحاكمه بالعراق. هي ماكو طبقه حاكمه، ناس حراميين. طيب واحد سياسي وين وين سياسي عندهم ناضج، ناس حراميه ماكو. نعم، مع الأسف ناس حرامية، ما في طبقة حاكمة، ناس حرامية. الله المعين. أنا أشكرك ذو الفقار من النجف كان مانع. معنا اتصال محمد. ألو. نعم محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا أبو محمد. أبو محمد العفو، تفضل أبو محمد. شلون صحتك؟ الله يسلمك عيني ويحفظك، الله يبارك فيك. والله أستاذ عمر، أنا أبغى كل واحد يطلع شجاعته على أهله وعلى قرايبه وعلى عشيرته، أعتبره أكبر جبان. نعم. لأن هاي عيب، هاي السوالف عيب. إذا بيك خير هاي فلسطين موجود، وذولاك اليهود تروح شهيد 100%. انت عارف ايش تطلع شجاعتك على قرصنك وتخرع الاطفال وتخرع النساء، يعني تصير عنتر على اهلك. روح لليهود، روح للفلسطيني، اخذ شهاده 100%. انت عارف ايش تيجي على الناس اللي على قرايبك وعلى اهلك وعلى عشيرتك، وحرام عليك، يعني انتم ما تعرفون الحرام. تقتل واحد يجوز قوي يطببك بجهنم، تقتل واحد بهين يدخلك بجهنم. نعم. روح اقتل يهودي طب الجنة. زين أبو أستاذ عمر، لا أبو محمد، أبو محمد. نعم. من يتحمل المسؤولية باستمرار النزاعات العشائرية واستخدام هذا السلاح والتهديد؟ هل الحكومة وحدها لو العشائر هم تتحمل، لو تكون المسؤولية مشتركة؟ والله أستاذ عمر، يتحملها الشيوخ المزيفين. لأن هسه أنا أقول لك كل 100 شيخ يطلع منهم يمكن أطلع 2 3 يخافون الله وعدهم حق وهم شيوخ صحيح. أم ضحين كلهم شيوخ مزيفين، شيوخ الدولار، شيوخ التجسس، يعني الحباية هو يسويها كباية. يعني اكو شيوخ ما يحلون مشكله، دول الشيوخ دول اللي اطبوا على الحرام وصاروا شيوخ وراء 2003، دول ما يحلون مشكله، دول يعقدون المشكله. اما دول الناس اللي كانوا يخافون الله واللي كانوا عندهم شيوخ حظ وبخت، هذول من 2003 راحوا اندثروا، اللي انسجن واللي انقتل واللي وصاروا دول جدد كلهم عايشين على الحرام. فدول يحلون مشكلة؟ ما يحلون مشكلة دول. زين دور يعقدون المشكلة. دور الحكومة وين؟ الأجهزة الأمنية وين؟ والله أستاذ عمر، الحكومة أنا بالنسبة لي على الوضعية هاي اللي قاعد أشوفها والأخبار، نزاعات عشائرية بالديكتاتورية وبالمدافع. أنا أقول ماكو حكومة. نعم. ماكو حكومة. لو اكو حكومة تصدر ما تخلي قطعة سلاح بكل بيت. نعم. ليش هاي العالم دي عم تتكتل؟ كلها سببها الحكومة.
الحكومه ضعيفه، والحكومه كل من يقول لك انا 4 سنين ابوك اشبع ابوك واكون نفسي وايش لا؟ ما لي علاقه، عشيره تتكافئن، ناس تموت، مفخخات، ما لي علاقه، يحسب 4 سنين يكون نفسه ويشلع، يجون غيره حراميه هم يبوقوا ويشلع، فهاي الوضعيه احنا ما تفيدنا. احنا ما تفيدنا اذا ما يصير رئيس يحكم شؤون الدول العربيه. يحكم 20 سنه، يحكم 30 سنه، يحكم 100 سنه احسن. حتى يعرف العله. يعرف العراق، يعرف الشعب ماله. يقدر يحكم 4 سنين، يبوق هنا زي ما انا شفته من عند هذا. شفته من عند هاني. انا شفته من عند هذا. أنا أشكرك أبو محمد من بغداد كان معنا. أبو ياسين من ديالى، تفضل أبو ياسين. أبو ياسين تسمعني؟ أبو ياسين، نعم. أبو ياسين من بغداد. غانم ويانا غانم. أهلا وسهلا بك، تفضل. سلامك. الله يسلمك. القلعة شايف فيها أدري. انت داعي اسمعك. نعم اسمعك استاذ عمر. تفضل عيني، رايك بالموضوع. يا ابني هو عاش راح، ما ظل ما عنده دخل، مو عايش. فهسه هاي السلاح ليش ما يسحبون؟ انا مثل ما تقول هاي الميليشيات تحشد الام يسحبون. يا ريت تسمعني، يا ريت تسمعني من التليفون مباشرة وتنص التلفزيون للأخير. ماشي. نص التلفزيون. اي والله. الو تفضل عيني. استاذ عمر ادري هاي سلاح هسه هو داعش سلاح، السلاح كله منفلت، كله منفلت، كله مسلحة هي هسه، كله عاقل مسلح. نعم. ادري العراق سلاح بيندج سلاح من الفارس للأخير. يا ياض. شو العرب ما يسحبون ايش؟ يخلونا بشاي يظل عمر كليش قوي. انت شو تفسر هاي ظاهرة يعني السلاح؟ يعني عندنا نشوف العشائر قانون ماكو. ايه قانون ماكو عمي، دولة ماكو، ما يخافون من الدولة، الدولة من ابن عمك واخوك عاطينه مثل ما تقول ما يقدر يسوي لك شيء، يدق يمضي الحاكيه طبعا مو يحاكيه يحاكي نظام عشائريا. فالقانون مفقود، يعني قلنا في الدولة دولة ماكو. شكرا استاذ عمر. اني اشكرك غانم، الله يسلمك ويخليك. معنا اسامه من كركوك، تفضل اسامه. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اشكرك استاذ عمر واشكر الامين على هذه القناه. الله يسلمك. على هذا البرنامج القيم. الله يحفظك، تفضل عمر. استاذ عمر بالنسبه للنزاعات العشائريه. نعم. سببها ضعف الدوله اول. الاول ضعف الدوله. لم يطلقون النار بكلهم عراقيين او جيش الخارج ولا من الشياط. استاذ عمر اسمعك، اسمعك واضح. ايه نعم استاذ. لم يطلقون كلهم عراقيين او ناس عشائر. نعم. وعندهم سلاح مال الدوله، السلاح طول هاي يصفون ولا ما معقول يعني مواطن عادي يمتلك جيشي وحاسينه وبس يمتلك الطياره وتصير حرب عالميه رابعه. يعني وين هي كل سبب الدوله؟ هي ضعف الدوله اللي الغشاير والشيوخ المزيفين مع احتراماتي وجل احترامي للشيوخ الصحيح، دول الشيوخ التسعينات اللي هم اسلق من داعش، ياخذون الحصول ينصرون الظالم على المظلوم وياخذون حق بالفلوس ياخذون حق المظلوم. هي هاي السبب استاذ عمر. ولا تعرف رجعت تعرض 111 معركه بين جيشين متسلحين هاشو يضربون فشل يضربون يطيحون الشيلات هذه تقع راس هذا الفقير المصري. والله صارت فوضى. نرجع ونقول الحكومه لو كان قاعده يرجع هؤلاء يلحمون يحملون السلاح يضربون العيارات الناريه لكان غير الوقت. زين دور شيوخ العشائر هسه احنا خلينا نقول مثلا دوله ماكو، تمام؟ قانون ماكو، دور شيوخ العشائر وينه بهذه الظاهره؟ استاذ عمر الشيوخ العشائر على الصحيح ما يقبل مصدر عمل. نعم. لكن اكو هناك شيوخ مزيفين سبق ان قلت شيوخ التسعين يسمونهم ذولا عبادين الفلس ينصرون المظلوم عن ظالم.
انا في الظالم على المظلوم. نعم. المظلوم. نعم نعم هسه هذا هو ال 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 الحقيقه. اما لو كان الحكومه تطبق قانون 4000 على هذول لكان ما كان ايش الحج. 4000 تطبق على الناس الاخرى. بس منك طلب اخر لو تسمح. تفضل. لا تفضل. انت ما قصري اريد كل بالاسبوع مره واحده بالاسبوع تصور حلقه حول المحتكرين المسجونين والمغيبين. رحمه على والديك. والديك. والله نعم والله دائما احنا نركز على هذا الموضوع. اي والله رحم الله والديك استاذ والديك. ركزونا على المغيبين والمسجونين والمحكومين بشر. اي والله اقول لك ممنون. العفو 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 الله يسلمك ويحفظك. اسامه من كركوك انا معنا. ابو حسن معنا من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا بك اخي عمر. لا. الحكومه ماكو بس عندنا شيوخ يعني محترمين يعني احنا ما نريد نزيد الطين بله. نعم. عشيره العبيد والعشيره اللوخ يعني كلهم بيهم ناس محترمين. نعم ولهذا يعني احنا محترمه. احنا ذكرنا رساله شيخ امير ابو حمدان وذكرنا الاعتذار مالته وحتى ما عرضنا المقطع حتى ما نثير اي يعني شلون نقول اي غضب في لدى المشاهد العراقي. نعم نعم اخي عمر شيوخ ابو حمدان ناس معروفين يعني بتاريخ والعبيد بعد تاريخ يعني محترم. نعم. ذاتهم محترمين. نعم. يعني بيهم الشيوخ ناس شرفاء عندهم رجاحة العقل يعني على اكو تصرف بعض الشباب مرفوض. نعم. بس هم كعشيرتين يعني عشيرة محترمة يعني اسمها بالعلالي. نعم. يعني احنا مو اذا حكومة ماكو يعني عدة عشائر يعني عشائر يعني تعرف الحق وتعرف الباطل وما تنجرف يعني ويا كم كلمة. لا بالعكس هو هذا اللي نتحدث عنه أبو حسن يعني. نعم. في ظل استمرار النزاعات العشائرية وفي ظل استخدام السلاح بكافة أنواعه احنا نشوف يومية تقريبا تصير هذه الأحداث. عبالك معركة بين جيشين تمام ومنتجة على السبب يعني يوصل الى مرات تافه مثل ما صار بميسان مثل ما قالوا المشكله على 1000 دينار وانكتل بها الطفل وتحرقت بها بيوت. ماشي. نعم. زين اليوم شيوخ العشائر غير يجتمعون ويتفقون على صيغه معينه انه بعد ماكو هذه الظاهره اليوم انت عندك حق يعني يا اما تاخذه بالقانون يا اما تاخذ عشائريا ولكن مو بهاي الطريقه يعني مثل ما شفنا احنا مثل ما شفنا اللي صار هذا راح على ابن عم الضابط هم اثنيناتهم ضباط أصدقاء راح على ابن عمه قال له أحرقك أحرق بيتك وأحرق البيوت بالشارع. زين الشارع شل علاقة وهذا ابن عمه شل علاقة يعني ما معقولة. احنا طبعا احنا بنتحدث عن هذا الموضوع هو مو بس اليوم المشكلة هاي المشكلة مستمرة صار لها سنين ويا ستار يعني الظاهر يعني مع الأسف نقولها انه مستمرة. أنا عندي قناعة أخوي عمر. نعم. يعني هذول العشيرتين أنا بقناعتي الشخصية ومعاشر الناس. يعني عشيرتين محترمات ترى يعني لا يأخذها بواحد تصرف فردي أو كلام فردي. نعم. ويأخذها يعني بطريقة غير طريقة لا بالعكس العبيد محترمين المحمدان محترمين. نعم. عشائر إلها رنة وإلى صوت يعني بكل مكان. فنرجو منهم يعني العقلاء مالتهم لا يصرفوا يتصرف. يعني إحنا نرجع ونروح ونجي إحنا أخوة. ومتاهة واحدة وبظلم واحد وبقساوة واحدة وبأذية يعني تمس الكل. نعم. يعني اكو تصرفات لما يرمون رمي هذا يجي عشوائي يجي على عائلة يقتلها. نعم. الماشي بالطريق لا يعني يعني مقتنع قناعة تامة العشرتين محترمة عندهم عقلية وعندهم يعني ناس عندهم أذان صاغية. أنا ما أعتقد يصير شيء لين عشرتين محترمة وشريفة. لا لا يعني إن شاء الله يعني الله يهدي النفوس ولكن الموضوع لا لا الموضوع لا يقتصر على هذه الحادثة أبو حسن. الموضوع على 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 مستوى العراق على مستوى محافظات العراق على مستوى عشائر العراق. يعني أنت برأيك اليوم شيخ العشيرة ما يتحمل مسؤولية بهذا الموضوع؟ طبعا يتحمل مسؤولية بس. نعم. أنا يعني بقناعتي الشخصية قناعتي كابن عشائر ومن بلد يعني عراقي أنا يهمني أبو حمدان يهمني العبيد هذول أهلي يعني. نعم. أنا ما أفرق بين عشيرة وعشيرة بس الواجب على شيخ العشيرة يهدي الوضع. نعم. يعني جماعته يقولوا أخوان غلط هيك التصرف أكو رجال متكلمة وتحس على الحقيقة والحق مستحيل. نعم. العشيرتين يختلطون
او يتاذون او يحبون اذيه احد. نسال يعني الله، نسال الله ان يهد النفوس، ونسال الله أن أن, ان ان ياخذ بالعراقيين الى بر الامان. انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. تفضل اخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. دكتور عمر، بالنسبه لموضوع العشائر. نعم. الله عز وجل كتابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. صدق الله العظيم. للاسف الشديد العشائر العراقيه يعني جاي تنحرف عن شلون اسمه اقول قيمتها اللي يعني عند هواي من الناس بسبب تصرفات طايشه من قبل افراد. يعني البارحه البيان اللي سمعناه من الشيخ عبيد، البيان اللي طوله اكثر من ساعه، يعني ما يستوجب هذا الشخص من العشيرة تصرف تصرف فردي. فماكو داعي أنت يا شيخ عبيد تكون متهدد وتتوعد وهذا، بعد وين العقل وين الحكمة؟ أنتم ملح البلد. يعني إذا يتصرف شخص تعمم على 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 العشيرة يعني تحول العراق إلى دماء، هو إحنا هسه إحنا محتاجين يعني دماء حتى على مود أنتم بيناتكم تضيفون هالدماء هذه؟ أنتم مكان ما توحدون الشعب، توحدون الكلمة، ما يعني انتم العقلاء، انتم الحكماء، انتم يعني اصحاب العقل ولا والعقد. يعني هذا التصرف مالتكم لحد الحين شو يقول لهذول المستثمرين؟ اذا انتم شيوخ وقيمتكم ولكم صولتكم ولكم يعني احترافكم تتصرفون هذا التصرف الطاش. يعني صراحه البارحه يعني الشيخ عبد ابدا ما مقبول من عنده يعني الكلام اللي حكاه. انت من جامع لك كم واحد وصحيح لو مو صحيح؟ يعني ما يصير هيجي، انتم المفروض تتصفون بالحكمه، انتم اذا الامور يعني تتشنج وتوصل الى حد يعني بحيث يعني ما يقدروا عاد يسيطر عليه، انتم تهدون الوضع. انتم يعني هو العراق هسه محتاج يعني دماء حتى على مود انتم يعني يضيفوا الدماء. يعني صراحه البارحه الحكي هذا مدود على شيخ عبيد، مع العلم انا الله شاهد لا عبيدي ولا حمداني، زين؟ لكنه واحد يحكي كلمه الحق. الشيء الاخر انت يا شيخ عبيد المصيبه عندك، انت الكافر من عندك والمقتول من عندك، فاذا تصرف شخص طايش يعني بكلامه هذا الكلام يعني فردي، يعني والله العلي العظيم البارحه يعني الصراحه يعني اوجعنا الكلام مال الشيخ عبيد. يعني الصراحه ليش عبيد يعني واحد ما يعرف تاريخه؟ عشان العراقي احنا كنا نعرف تاريخه ولها قيمتها، ماكو داعي انت تمجد بعشيرتك وتهدد وهذه، لا 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 ما مقبوله ابدا. يعني احنا اللي نرجوه من شيوخ القبائل والامراء، يعني الشيوخ الاصليين مو الشيوخ الالفينات. زين اخي عبد الرزاق، 18 سنه هاي الحكومات اللي حكمت العراق ما قدرت، تدري انت الجماعه كل فتره يسوي لهم ما يسمى بالحوار الوطني. الحوار الوطني هم يقعدون على الطاوله هم كسياسيين، ما قدروا يسوون مؤتمر لشيوخ العشائر الأصلاء ويتفقون على صيغة ويقولوا لهم خلوا لكم خلينا نقول قانون عرف بيناتكم حتى تنهون موضوع السلاح، وإما ترى نتصرف
مع المعتدي واللي يحمل سلاح من العشائر غير تصرف. ليش ما صار هذا الشيء دكتور عمر؟ نعم، المجموعة اللي اجت حكمة بعد 2003 هي مجموعة من اللصوص والسرات، هم لو فعلا يردون استقرار وامن البلد كان حافظوا على الجيش العراقي على القوات الامنية، لكن هم يردون يبقون البلد، هم يردون يثيرون النعرات الطائفية والنزاعات والصراعات بين العشائر، هم هذا هدفهم، هم يردون يعيشون على شو مثل ما تقول على القادرات، هم قالوا لا تعمل معتب انهم يحلون المشاكل هذه، يعني هذا اللي تكتب هذه المجموعه اللي حكمت بعد 2003 الصراحه اقول ما يحمل العقل اللي يعني شو مثل ما تقول العقل اللي اهله للانسانيه، لانه هذول هم هدفهم مبين. اذا بالحالتين لازم نعم بالحالتين لازم شيوخ العشائر يتحملون مسؤوليه. بالفعل بالفعل هو يعني احنا البارحه صراحه الشيخ عبيد تصرف ما ابد ما مقبول، وقلت لك انا الله الشاهد لا عبيدي ولا حمداني، نعم لكن هو هم هم قلت لك احنا من بدايه الحلقه لسنا مع اي طرف، لكن المقطع نعم المقطع اللي راحوا هم نعم الشيوخ ولابسين عقول وعبي وراحوا الى ابن عم الضابط العبيدي وكان الكلام يعني غير لائق ابدا غير لائق ابدا، انه بيهدد الشارع كله، يريد يقول لا يقول ماكو لا دوله ولا قانون. دكتور هو نعم هذا فاحش، هذا اللي يتصرف هذا التصرف هو فاحش، هذا ما حمل على العشيره باكملها، نعم العشيره بها ناس عقلاء بها ناس حكماء، نعم فما كان المفروض شيخ عبيد هيك يهدد واحد، احنا كنا عشار، انتم يا شيوخ العشار انتم اليوم المفروض انتم الوطن نعم الوطن نسأل الله أن يهدي النفوس، نسأل الله أن يهدي النفوس. تحياتي لأخوان، سأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين. آمين. أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بابل. معنا مهند من بغداد، تفضل مهند. مهند تسمعني؟ مهند أسمعك. سلام عليكم. تفضل عيني، تفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عملنا الشيوخ العشائر هاي الجديد هاي اللي ظهرت في العالم هاي. نعم أسلام بسمع سمعت شوف العشائر هاي. رأيك بالموضوع باستمرار النزاعات العشائرية؟ باستمرار النزاعات العشائرية ما أزل هاي مو نزاع العشائرية. زين إحنا وين بدولة بغابة شنو السالفة؟ ماكو قانون ماكو دولة. ماكو قانون ماكو دولة. وحوش هاي مو عشائر وشنا. ليش ماكو؟ ما تفرض قانون. كل من بكيفه. نعم نعم هذا زين. انت من تسمع ضباط اثنين كاتلين واحد على المود ازدحام، يعني كإنسان بسيط مو يوحي انه هذا الامر انه يعني يجوز يطلع لك؟ طبعا هذا مو تبرير ها، يقول لك اذا الضابط هو ما نعم محترم القانون، انا تريد احترم القانون ويا مصيبة. بالضبط يا استاذ عمر هذا نحكي عليه احنا يعني. نعم المواطن شو المواطن عزيزي. نعم نسأل الله أن يهدي النفوس يا رب. أنا أشكرك أخي مهند من بغداد، كان معنا أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طلعت مال يسموها الدقة العشائرية أو غيرها أو النزاع العشائري بالعمارة. نعم ومثل ما بتعرضون أنتو. نعم يعني هذه جبهة بين دولتين. هاي يعني صراع مسلح متوسط وخفيف، ويقتلون طفل بريء عمره 6 سنوات على مود أجرة تكتك بألف دينار. وين الحكومة وين الدولة؟ إذا تقوى العشائر وتستخدم السلاح هذا معناه أنه ماكو حكومة وماكو دولة، لأن العشائر هم جزء من الشعب، فالحكومة في واد والشعب في واد آخر. هم من قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة إيش وقت راح تجرى الانتخابات وراح يتقدم وراح يفوز، ما يهمهم الشعب. بدل ما يخلون القانون هو الذي يسود، خلوا شريعة الغار. زين دولة ما بيهم عقلاء، تعال بابا ألف دينار شنو
شنو قيمتها؟ مو؟ نعم. مو يقول لك إصلاح ذات البين خير من ألف صلاة؟ نعم. ما بيهم عقلاء يقول أبا ألف دينار شنو قيمتها؟ ها كاين ألف دينار، ها كاين 10,000 دينار وأحقن الدماء. نعم. وبعدين هاي مو أول مرة تصير بالبصرة بالناصرية بالعمارة، استخدموا حتى السلاح الثقيل حتى مقام الطائرات 14.5 مليم هذا بيا زمان هذا دا يستخدموه. المصيبة بعد ما تصير كل كارثة وتنتهي وتهدأ النفوس وراها بساعتين وثلاثة وأربعة يلا عود يجوك الشرطة لو تدخل السريع يقول كل شيء ماكو، من اللي ضرب من اللي قتل ماكو، ما حد يعرف الوضعية شنو أو يخافون. هذا دليل أنه ما موجودة دولة بالمعنى الحقيقي، وإنما موجودة عصابات منظمة لتدمير العراق بكل أشكاله، معنويا واقتصاديا وحضاريا وعلميا ومن كل الأشياء. يعني مسخون هويتك. شنو ذاك اليوم يطلعون واحد عجمي بالبصرة حتى عنا ولد يقول لا عجمي وأذبح بالقطمة، لكن انت لاجئ بلدنا وتهددنا هذا بيا زمان، وطز بك حكومة وطز بك شعب. أبو زينب من النجف كان معنا. محمد من الناصرية، تفضل محمد. دكتور عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. نعم. إحنا الآن في زمن العصابات هي اللي تقود البلد، يعني ماذا نتوقع أن تقود هذه العصابات بلدنا بهذا الاتجاه؟ وحينما نرى هذه الاستعراضات الآن التي في 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 العاصمة، في قلب العاصمة بغداد، حينما نرى هذه الأسلحة وهذه الميليشيات وهذه الاستعراضات التي أصبحت شبه مستمرة، ماذا نتوقع من 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 العشائر ومن شيوخ العشائر ومن بعض الذين يقودون هذه العشائر؟ احنا لا نستطيع التعميم على كلنا، احنا نعود الى عشائرنا العربية الأصيلة التي لها تاريخ عريق في مقاومة الاحتلال البريطاني والاحتلال العثماني وكل الاحتلالات الأخرى. عشائرنا العريق التي كانت لها هوية في مقاومة كل الاحتلالات الموجودة في بلدنا. ولكن هذه هو نحن الآن هو الذين يقودون البلد هم بالأساس هي عصابات مجرمة. لذلك الذي نراه هنا سواء كان في مدينة الناصرية أو في مناطق الأخرى في العمارة وغيرها كذا، يعني لذلك لو كان هناك تطبيق للقانون وإطاعة تامة للقانون وتطبيق القانون كما هو سائد في دول في أي دولة من دول العالم، وحتى الدول التي نقول عنها دول العالم الثالث أو ما تسمى دول عدم الحياد سابقا، وحتى في هذه الدول لم نرى ما الذي يحدث في العراق، لم نرى حتى في هذه الدول التي تعاني من اقتصاديات ضعيفة. ولكن الذين يقودون البلد هم بالأساس هم عصابات، هي عصابات مجرمة، وهذا واضح لنا يوميا نحن نشاهد في العاصمة بغداد وفي المدن الأخرى وفي كل مكان وحتى هنا في الناصرية هذه الاستعراضات المسلحة. وليس بغريب ما حدث لنا هنا في ساحة الحبوبي حين تم اقتحام ساحة الحبوبي لأكثر من 4-5 مرات. نعم. وبسيارات الحكومة نفسها ويقومون باعتداء على المتظاهرين السلميين الذين يخرجون ضمن الدستور الذي كتبوه هم، هي هذه الطبقة السياسية بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي هم الذين كتبوا هذا الدستور، مع هذا لم يحترموا حتى الذين كتبوه هم. نعم. وليس الشعب، الشعب الحقيقي الآن يعاني من هذه الفوضى، وليس في أيضا في العشائر. اليوم وأنا أتحدث معك حين خرجت الساعة 7 كل أغلب الشوارع الرئيسية في محافظة ديقار وفي مدينة الناصرية مركز المحافظة. نعم. مقطوعة. الآن وأنا أتحدث معكم هناك أيضا تظاهرات وقطع للشوارع وإغلاق اليوم أيضا في الناصرية إغلاق العديد من الدوائر. نعم. وهذه الحقيقة يعني حتى في بعض الأحيان يعني بدأت القتل والأحزاب الفاسدة والفاشلة بدأت تسير يعني أتباعها من أجل هذه الفوضى، وهو من فوضى بالأساس يا أخي العزيز. لذلك ما يدور في العشائر هو جزء لا يتجزأ مما يدور في العراق في بلدنا، وهذا يعز علينا عندما نتحدث بهذه الطريقة، لأننا نحن نريد بلدنا الاستقرار والأمل. ولكن أنا أعتقد بأن الأمور تسير نحو الأسوأ، وهذه حقيقة يعني ليست من باب المبالغة ولا من باب النبذة التشاؤمية. لذلك أخي الدكتور إذا تسمح لي دقيقة إضافية فضلك، يعني فضل. لذلك أقول هذا الذي يدور في العشائر ما هو إلا جزء لا يتجزأ من الفوضى العارضة التي تسود البلد بسبب هذه القيادات الفاسدة والفاشلة التي الآن هي مجهولة بانتخاباتها ومجهولة بمصالحها الشخصية ومسؤولة بصراعتها. أحب أضيف نقطة أخرى حقيقة. نحن الآن الذي يحدث هناك
يعني هناك نبيذ شؤم في بلدنا من خلال صراع الاحزاب، وهذا ما سوف يظهر في العالم خلال الايام القادمه، وهذه نظرتنا الان قبل قليل نعم. كنت في لقاء تشاور مع بعض الوقت يعني في حديث طويل، ونحن نقول اقل ان يقتصر ما اقول بان الفوضى التي تحدث والقتال التي يحدث في الاسلحه المتوسطه وحتى الثقيله احيانا، والاسلحه العشائريه هي اقوى حتى من اسلحه الحكومه، لا نقول دوله وانما نقول وليس حكومه وانما هي السلطه. سلطة باغية قتلت ودمرت وسرقت المال العراقي. نعم لذلك يا أخي العزيز، هو الوضع العام بشكل عام في العراق هي هذه الفوضى بسبب الميليشيات وسبب هذه العصابات التي تقود. شكرا محمد من الناصرية كان معنا. ذو الفقار من بغداد، تفضل ذو الفقار. ذو الفقار. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك استاذ عمر الموقع، ممكن يعني انا اتناقش وياك واخرج عن الموضوع شويه؟ تفضل ممكن. احنا عندنا دقيقه ونص لك، تفضل تفضل قول فكرتك. قول لي اقول لك ممنون. تفضل تفضل. وتشكر على ما يعني انا رجل يعني ان شاء الله على حشيد الاحجار على الحشيد زين. تفضل اتكلم وياك زين. تفضل. اللي اريده من عندك يعني طلب او يعني بكتابه يعني تكفرون داعش الارهابي، ليش ما تكفرونه داعش الارهابي من خلال السبتايتل؟ لانه دا يشوفون ايش سوى بالعراق وسوى زين، يعني ليش ما تسلطون الضوء على داعش الارهابي استاذ عمر؟ هذا اللي انا اطلبه من عندك زين. وملاحظه بانه ترى الحشد يعني ضحى حواله، ضحى بناسه وناس اصبحت ايتام على مود احنا بلد العراق. نعم. اللي الدول كلها هل... تمرت من نعم. عندك كلها تمرت من عندك الدول. يعني انا اريد من عندكم دائما التعميم اخي ذو الفقار، دائما التعميم غير صحيح وغير مقبول. نعم احنا من نحكي ونتناول موضوع نحكي اللي موجود بالساحه، احنا ما جايبين شيء من جيوبنا. احنا من يطلع خبر مو راح افيدك، والله والله راح افيدك، والله راح افيدك. انا ما اقدر احكي على 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 ابن ابن العماره وابن البصره وابن الجنوب وابن بغداد اللي راح ضحى بنفسه، اللي طلع بطرق ملابسه ها وراح استشهد، ولا اللي صوب ولا اللي موجود. انا ما اتحدث عن هذا، انا دا اتحدث وانقل اللي موجود اللي هي ميليشيات قبل فتوى الحشد، بدير قبل الحشد، العصائب قبل الحشد، جيش المهدي قبل الحشد. يا اخي احنا نتكلم، هذا دا يطلع هذا دا يطلع هذا دا يطلع هو دا يقول دا يقول دا يقول الحكومة أكو سيارات تابعة إلى الميليشيات طوقت المنطقة الخضراء. أنا كوسيلة إعلامية دا أنقل الحدث، أنا ما دا أعمم على الكل. يعني اليوم مثل ما دا نحكي اليوم اليوم مثل ما دا نحكي بالموضوع، المشكلة اللي صارت بين عشيرة أبو حمدان والعبيد هذا تصرف فردي، هذا ما يشمل كل العشيرة، إن كان عند أبو عبيد أو أبو حمدان التعميم مو صحيح. منو قال لك؟ هذا اللي نقصده. نعم. احنا ده نقصد الناس المسيئه اليوم اللي يجي يحكي باسم الحشد. نعم. ها وهو مسيء اصلا، هو غطاء. نعم. حشد، ولكن هو في داخله هو ميليشيا تاسست قبل الحشد وده يستخدم هذا الغطاء، ده يستخدم دماء. نعم. الشهداء. هذا اللي هذا اللي نعم. اللي بدنا نقوله يا اخي ابدا. نعم والله ما بقى والله ما بقى وقت، وانا اعتذر منك باشر على حلقة باشر أو عقبة، هلا بيك إلك الوقت في الحلقة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.